طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل.com. والبداية من العناوين. في العنوان الأول لهذه الحلقة: غرق مطار الناصرية بمحافظة ذي قار بسبب مياه الأمطار. وإلى العنوان الثاني في هذه الحلقة: مياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي تغرق منازل الشترة بمحافظة ذي قار. وإلى العنوان الثالث: مقتل شخص في محافظة ذي قار بسبب خروف. وفي العنوان الرابع: مخالفات مواكب المسؤولين الحكوميين في شوارع بغداد. ومن العناوين إلى التفاصيل: غرق مطار الناصرية بمحافظة ذي قار بمياه الأمطار. مطار الناصرية وهو مطار دولي كما تدعي وزارة النقل، افتتح بعهد الوزير السابق كاظم فنجان الحمامي، والذي قال عند افتتاحه للمطار بأن السومرين أول من افتتح مطارا للمركبات الفضائية في ذي قار. دعونا نشاهد غرق مطار الناصرية الدولي. قام أحد المواطنين بتصوير الشوارع في حي الشرطة بقضاء شط العرب في البصرة. المقطع يظهر غرق الشوارع بعد الأمطار. هذا المواطن خاطب المحافظ أسعد العيداني بالقول: المحافظة أولى من الإعلان عن التوجه لمساعدة الكويت. فنتابع. رايح لدولة الكويت، عايزة إلى دولة الكويت، تفضلوا. والله العظيم تفضلوا عمي، تفضلوا تفضلوا. هاي خيسة العراق، هاي خيسة شط العرب، شط العرب حي حي العسكري هذا. تفضلوا، رايح لدولة الكويت. دولة الكويت عايزة، عايزة. تفضلوا تفضلوا. هاي حي الشرطة، شوفوا. تفضلوا تفضلوا. هاي المنهولات، هاي الخيسة، هاي رخيصة، هاي إلا بطيارة يلا تنزل لها، إلا بطيارة. هذا شغل المقاول، مقاول الفاشل حاطينه. يلا تفضلوا. المقطع التالي من قرية العبطانية في قضاء الحمزة الشرقي بمحافظة القادسية بعد الأمطار. تجدر الإشارة إلى أن 8 من أعضاء مجلس محافظة القادسية هم من قضاء الحمزة الشرقي، لكن دون نتيجة واضحة. فلنشاهد. واش يا واش دفعوا 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 دفعوا. الله يعينكم. دفعوا دفعوا. حيوان سيارتك؟ سيارتي هاي واحدة من السيارات هاي الباركة توحد. ايه هاي كتبها يا عمودية لو زين. وهسه هم ما تتبعك بهذا الشارع. ناع الكاروبة بركت فيه داوع الكاروبة. كاروبة باركة وسيارة باركة بس بلا يموت. شلون طلعه بس يلا فهموني. يموت يتمرض شلون طلعه بهاي الطريق. هاي هاي كهرباء هاي باركة. ها هاي مو هاي كهرباء باركة. مشروع صرفت عليه مليارات الدنانير العراقية، لكنه توقف منذ سنوات ولغاية الآن. أما المياه الآسنة فقد دخلت إلى أغلب المنازل في منطقة حي الميمون الثانية شارع القضاة وسط مدينة الكوت. أهالي المنطقة يناشدون بحل مشكلة مشروعهم المتوقف دون إنجازه. المقطع التالي تم إرساله إلى قناة الرافدين، فلنشاهد.
طبعا نرحب بإرسال المشاهدين لمقاطعهم المصورة عبر نافذة أنت ترى ومنصاتنا على التواصل الاجتماعي لعرضها في برنامج تواصل دوت كوم. إلى تفاصيل الخبر الثاني، حيث قام أحد المواطنين بتوثيق حال منازل المواطنين التي غمرتها مياه الأمطار المختلطة بمياه الصرف الصحي في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار. تساءل عن 3 ملايين التي يراد توزيعها على النواب كبدل إيجار، وحمل السياسيين للقوائم مسؤولية ما وصل إليه العراقيون، فلنشاهد. السلام عليكم اخوانا، هاي بوجي الشيعي، هاي بوجي الجنوب، هاي بوجي الناصريه، هاي رساله للحبوسي اللي تصرف 3 مليون دينار بدل السكن وتقول ما يكفى. انت تشوف العالم، شوف العالم هذول شو تقول لهم؟ صبر سلم سلم، شو تقول لهم هذول؟ فهمني شو تقول لهم، بس فهمني شو تقول لهم؟ شو تقول لهم هذول؟ شو تقول لهم؟ انتم اساسا انتخبناكم سارون الفتح الحكمه، شو تقول لهم شعبكم اذا تاخذون 3 مليون؟ والله شريف بيكم يرفضها، وشريف بيكم يجي جاي يزور يزور الناس تحبته، شريف بيكم يجي. لا تجي حجي، لا تجي، تعال حبي، تعال تعال صور غرفه ثانيه، تعال حجي لا تجي، رحمه الله شو تعال 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 غرفه ثانيه، تعال تعال تعال، ها شوف ها غرفه ثانيه، وصور سقف وياك، هاي بيوتي، ها كلها متشاهده من المنطقه؟ كلها شهداء مطيع اخوانها ولد عمها. يلا هاي رساله لسياسه الجنوب، انتم عيب عليكم بالقرار، عيب عليكم، عيب عليكم تاخذون 3 مليون دينار بدل سكن، عيب عليكم، مره رواتبكم كلها رفضوها، عيب على هذا شعبكم، هذا شعبكم. هاي رساله للناس، مو الناس انتخبتكم، ما اريد اتجاوز، الناس انتخبتكم، حسوا بالعالم الفقراء. سووا شارك اخوان، وسووا تاكل للحلبوسي اللي يقول ما كفي، وسووا تاكل عادل عبد المهدي، هاي الناصريه، هاي قضاء الشطرة، المناطق أطراف مدينة الشطرة، أنت من الناصرية من الشطرة، على عبد المهدي، برهم صالح، هذا الشعب العراقي. طبعا المواطن أشار بأن الناس هي من انتخبت هذه القوائم وهي من أوصلتها إلى سدة الحكم، علما بأن نسبة المشاركة لم تتجاوز 20%، وبالتالي صعد هؤلاء بالتزوير وليس من خلال انتخاب الناس لهم. الحال بمحافظة النجف وقضاء الكوفة تحديدا ليس بأحسن حال من ذي قار. الناشط أبو زين العابدين وثق حالة لرجل طاعن بالسن يعمل بأجر لا يتجاوز 10,000 دينار عراقي في تسليك المجاري في البيوت، كنموذج عن ملايين العراقيين الذين صنفتهم التقارير الدولية تحت خط الفقر، فلنتابع. الله بركاته، من محافظة النجف ناحية الحرية، قضاء الكوفة ناحية الحرية. طبعا رسالة إلى السيد رئيس مجلس النواب المحترم، سمعنا أخبار من حضراتكم من مجلس النواب، الكل عضو برلمان شهرياً 3 ملايين بدل إيجار، هذا نعرفه من حضراتكم عبر التواصل الاجتماعي وقنوات، وبررتوا النائب شلون يسكن من البصرة ويجي من غير محافظة ويسكن في محافظة بغداد وما عنده سكن ومصاريف وراتبه ما يكفي. خوش راح نراويك سيادة رئيس مجلس النواب المحترم والنواب والعراقيين والإعلام، واحد من 30 مليون عراقي، المآسي مال العراقيين بالصدفة مراني بهذا الشارع، المنطقة الشعبية الضيقة المحترمة. هوش هذا رجال كبير بالسن، مقام والدي، رجل يعني هسه رجال أظن 60-70 سنة، 60 فوق 60، 70 سنة مبين من حيث وجه الله يسعده. هذا يشتغل هسه لقيته عامل ببيت، همين البيت متواضع وبسيط، باليوم 10,000 دينار، يحفر مخزن، قاعد ببيت تجاوز، زوجته مريضة، هذا حال المواطن العراقي. احنا بسنة 2018 راح نطب 2019. سيادة رئيس مجلس النواب، الأعضاء البرلمان المحترمين اللي يمثلون الشعب، كلنا تقدير واحترام لهم، لان حقيقه ما يمثلون الشعب، اللي انتخبهم ما انتخبهم، هم وصلوا لهي المسؤوليه، كلنا احترام لحضراتهم، لكن مثل ما هم مواطنين، هذا الرجال مواطن، انا ما راح اقول اطلب من عندكم حقوق، الحمد لله ماكلين خبزه، هذا مواطن عراقي، يعني شوف الوضع، من يقبلها؟ والله دام مرتها بالسياره عيوني دمعان على هذا المشهد، اشوفه مقام والدي. يعني مأساة حقيقية، هذا وضع العراق احنا 2018 بهالبرد بهالجو بهالمطر. الناشط النجفي لم يكتفي بعرض هذا الحال لهذا الرجل والذي يعبر عن حال الكثير من العراقيين، بل صور منزله الطيني وحال عائلته
في اليوم التالي. والمفارقة بأن هذا المواطن يعيش في بيت تجاوز لأنه لا يملك قطعة أرض في بلده، وهو مهدد بالترحيل وهدم المنزل لكونه متجاوز على أراض تابعة للدولة. فلنشاهد. يعني العراقيين معظمهم نقول مظلوم غيرها. الرجال أبو حسين الكريم النفس المحترم من منطقته من محافظة النجف، يعني كان وضع مأساوي بصراحة، وضع كارثي، يحفر يعني مخازن ومال مجاري، وهذا عمله، وهذا اليوم الجنة لهذا بيته. أريد يعني مقطع ثاني أريد أراويكم كان عمله، تتأثرتوا راح أراويكم اليوم الأمطار الغزيرة، يوم أمس الأمطار الغزيرة، وشوفوا اليوم وضعيته، هذا قاعد بهذا بيت الطين وهذا الوضعية بيت بالشارع، شوفوا بنصها طبعا مو بيته، اولا تجاوز يوميا البلدية تريد تفلشه، وهذا الشارع الناس يعني اللي لمت له، وهو هاي بناء بيض طين وحاي الطين، ويوميا البلدية تدرين تجي تفلشه، وغط اليوم بهذا الامطار الغزيرة غطى البيت. هذا وضع ابو حسين. طب الجواب حسين؟ اي طب الله يحرم حجي، الله يطول عمرك. شوفوا وضعيتهم، الله يساعدهم. هذا احد المواطنين يعني العراقيين، ويا هاي الثروات الميزانيات الانفجاريه، هاي لابيه تشوف الوضعيه المزريه الكارثيه، شغله يحصل له 5000 10000 باليوم يحفر مجاري للناس. سنه 2018 2019 والرواتب العاليه مال المسؤولين والحياه الكريمه، وهذا الوضعيه. شوف الوضعيه، من يعيش بهاي؟ احنا هسه راح نطب 2019، يعني من يقدر يعيش؟ الى تفاصيل الخبر الثالث، انتشار المسلحين في احد احياء البصره بمختلف الاسلحه بحجه العراضه العشائريه وتهديد اصحاب احدى المنازل بالتصفيه. هذا المقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالتزامن مع اعلان وزاره الداخليه اعتبار ما يعرف في العراق بالدقه العشائريه عملا ارهابيا تصل احكامه الى المؤبد والاعدام. لكن على ما يبدو بان هذا الاعلان فقط لغايات الاستهلاك الاعلامي خصوصا، وان اغلب هؤلاء الذين ينفذون هذه الدقات العشائريه ينتمون لميليشيات متنفذه تفوق سطوتها سطوة الأجهزة الحكومية. فلنشاهد. في المقطع التالي، أحد شيوخ العشائر في محافظة ذي قار يروي كيف تم قتل ابنه بسبب خروف. الشيخ يتحدث بشكل يبعث على الحزن والأسى لما وصل إليه العراق في التدهور على كافة الأصعدة. فلنتابع. مدارس صغير يشتغل ويعلم، قلت له أنا جاي الله يشهد علي، طلعت حتى نعال ما برجع مفرعه وكبر يشتغل سيارة تركبت عليها. بهذا الأثناء دقيت على تليفون علاوي، قلت له انطيني علاوي حسين، قال لي ما يمني علاوي جاي يتعاتت هو عقيل بالكلام. قلت له زين انطيني عقيل، طاني عقيل، عقيل الله يساعده قال أهلا وسهلا، ايش عندك من الصبح؟ شو القضية؟ قال لي هذا ابنك مستأجر ورادة تجيب، علي من؟
قال انا ابن عزاتي هو مر علي بسيارته مسرع وطفر علي ماي من سيارته. قلت له انا جايك هسه ابوك خدمته. المهم طلعت وصلت لقيت عقيل يمنا خلاته الحجي كاظم مال خسيره. هاي اكو نخل عده لسعيد والزوينات وانتم شفتوا هسه بتمر يابس. فهو شامر التمر على مود نعجاته يلتمر حتى ياكله ياكله من عنده. وصلت العقيل، ها عقيل شنو تريده؟ قال ابنك هذا سوى كارثه فيه، شنو هو؟ قال نعجاته جاي ياكله ومن فات طفر الماي عليه. قلت له هسه اللي صار شنو؟ دعم طلع مكانه اربعه. قال لي لا هو لو دعم طلع حطه فوقه. هسه شنو تريده؟ قال تاخذ مني عطوه وتمشي علي. قلت له من هاي العين وهاي العين صار. ليش؟ لان علاوه واقف يمه ونكبه علاوه ونسوي نصيب. المهم تليفون من خابره اخذاه مال علاوه وخلاه بجيبه من خابره من حسين على كش. علاوه راح قال انت ما رابط تصرفات ابنك؟ قلت له ابني خليه ولي انت عمي. علاوه راح وانا رجعت انا وعقيل ويمه صادق قال محمد كون يسمعني هسه. وصلنا المضيفه لعبد العالي عقيل. خله روح بس ابدل دش داشتي والبس نعالي. شنو تريد انا بخدمتك؟ قال لي تاخذ عطوه وتمشي علي. قلت له من هاي العين وهاي العين. وصلت لاهلي من المسافه من عبد العالي هنا. اتاري هو قشمرني بهاي الكلمه. قال لي روح سوى دار سيارته ولحق الحي صنع انا ما ادري. على وامن وانا ما ادري. المهم جيت لاهلي خابرته قلت له عقيل ورا ربع ساعه. عقيل اجيب لك سيد عقيل يا ساده من الف حميره حتى ترضى بي ناخذ عطوه؟ قال لي لا بعد ما يحتاج. قلت له ليش؟ طيحتك نازلت عفية اخوي. قال لي لا ابنه كان يعود لحقته اريد اتفاوض وياه بس هو الظاهر همه مؤدب فانت روح تلجبنك بالمسلم. هاي الله يشهد. الله يعطيك الصبر علي. الله يعطيك الصبر على اولادي. الحمد لله لا زودت ولا نقصت ولا كل شيء. على اليمن راد يدعم الطيب. إلى تفاصيل الخبر الرابع. دائما ما يشكو العراقيون من قيام مواكب السيارات الحكومية ومواكب المسؤولين بالتسبب بالازدحامات خاصة في العاصمة بغداد، وكثير ما نشاهد كيف تقوم عناصر حماية المسؤولين بإطلاق النار على الناس بحجة حماية وفتح الطرق للموكب وكذلك السير عكس اتجاه السير. المقطع التالي من العاصمة بغداد فلنشاهد. بشكل مستمر يتعرض رجال المرور إلى المضايقات والضرب أحيانا من قبل حمايات المسؤولين بسبب محاولتهم لتنظيم السير. المقطع التالي مختلف وهو يوضح قيام أحد رجال المرور بإجبار سائق لإحدى السيارات الحكومية التابعة لحماية أحد المسؤولين على العودة بسبب سيره عكس السير في شوارع بغداد فلنشاهد. هاي طلاوة من الصبح المرور وهذا المسؤول اجرون سايق قال له ما ترجع ما تطب رجعوه كركرته يلا لك ارجع ارجع الله عم اسبوع. إلى فقرة آراءكم الداخلية. تحيل 34 ضابطا للتحقيق بتهم التخاذل عن حماية مقرات الأحزاب. هذا الأمر أثار الكثير من التعليقات على موقع فيسبوك، اخترنا لكم بعضا منها فلنتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا من ساحة عبد الكريم قاسم نريد نفتح ملف جديد أيضا وهو ملف وزارة الداخلية. اليوم وزارة الداخلية استدعت 34 ضابط من البصرة بالتحقيق. ليش استدعتهم؟ مو لأنهم قاموا بإطلاق الرصاص، لا لا لا، استدعتهم لأنهم لم يستخدموا القوة المفرطة مع المتظاهرين. شيء غريب جدا، 34 ضابط وزارة الداخلية ودت عليهم تحاسبهم وشكلت مجلس تحقيقي لأنهم لم يستخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين ولم يمنعوا المتظاهرين من التظاهر. يعني مثلا شنو تريد وزارة الداخلية؟ تريد يستخدمون الرصاص الحي ضد أبناء البصرة، ضد أبناء الجلدة الواحدة؟ زين انت يا وزارة الداخلية مثل ما مودي على الضباط لانه ما استخدمت القوة، ما كفتك هذول الشهداء؟ ما كفوا هذول الشهداء؟ عشرات الشهداء. نعم، فلنتابع تعليقات اعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع.
عقيل الأسدي قال عملاء إلى آخر يوم في حياتهم. عامر علق وزارة الداخلية تديرها وتشرف عليها إيران. ميثم الأسدي علق البلد محتل ومن يقول غير ذلك فهو لا يفقه شيء، ومن إحدى أساليب الاحتلال تسليط أغبياء القوم على القوم لإثارة الفتنة والنزاعات التي لا تنتهي بليلة ويوم، لكن عتبنا على كبار القوم من شيوخ عشائر ممن باعوا أنفسهم وآخرتهم من أجل منافع دنيوية زائلة. زهرة التوليب علقت ليش ما تحققون ويا الفاسدين اللي باقوا 7 مليارات وغيرها من الأموال مال الشعب. صلاح علق هذه المجموعات التي اخترعت لها اسم الأحزاب المعارضة لنظام صدام كما يدعون ظهر مع مرور السنين أنها لم تكن إلا مجموعات لصوص، كما وصفها وزير خارجية النظام الصدامي المجرم كما يسموه هم، لكنهم سبقوا أعتى المجرمين، فالمجرم يسرق بيت أو يقتل شخص، لكنهم قتلوا مئات الآلاف وسرقوا خيرات 30 مليون عراقي. سالم حسين علق دولة الشعيط ومعيط الحرامية والفاسدين وخريجي السجون أصبحوا قادة ورجال دولة وسياسة، وأي دولة فاقدة للسيادة وأمرها ليس بيدها تنفذ أوامر الأسياد والمحاصصة الطائفية والمذهبية وسلطة الجهل والتبعية العبودية. إلى فقرة هاشتاج. توعد السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي الحكومة والشعب العراقي بمواجهة عواقب وخيمة في حال تخلت بغداد عن الواردات الإيرانية. هذا التهديد أثار غضب العراقيين على منصات التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم بعضا من هذه التغريدات على موقع تويتر تحت هاشتاج السفير الإيراني يهدد العراق، فلنتابع. علي غرد السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي توعد الحكومة والشعب العراقي بمواجهة عواقب وخيمة في حال تخلت بغداد عن الواردات الإيرانية. يجب طرد هذا السفير الذي تجاوز كل الحدود. درباس إبراهيم غرد إيران تحتل العراق منذ 2003 وقد توغلت في كل مفاصل الدولة وهي لا تنظر للعراق كدولة جارة بل كولاية إيرانية، لذلك تصريحاتهم تكون دائما بصيغة التعالي وفرض الأوامر على ساسة العراق. آخر غرد خوش السيادة وينهم ذيول إيران شو صابهم الخرس. نسيم غرر طالما هم ضامنين التأييد الداخلي للبعض فأكيد راح يتطاولون على العراق. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.